هلا مستمعين، احنا معكم دائما مباشرة على أثير إذاعة أصوات، دائما برنامج ولاد البلادين اللي كيهتم بالجالية المغربية القادمة من ميناء الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسط. ودابا وصلت الوقيتة اللي غنديروا المسابقة ديال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كنختاروا شخص يعني من أفراد الجالية المغربية، كنلقاو واحد السؤال اللي كيكون بسيط وكنهديوه الهدايا اللي هي رمزية بطبيعة الحال واللي عندها علاقة بالسياقة. معايا واحد السيدة، أولا نتعرفوا على الاسم ديالك. ليلى. ليلى، مرحبا بك ليلى. منين جيتوا ليلى؟ لا ريجون باريزيان. باريزيان، وفين الاتجاه ان شاء الله في المغرب؟ فين غتمشيو؟ سلا الجديده. سلا الجديده، نعم، الى مدينه سلا اللي اصبحت المدينه يعني في حله جديده تبارك الله. الناس تحيه الناس ديال الرباط، وتحيه الناس ديال سلا اللي كيعيشوا على الضفتين ديال واد ابي رقرار. السؤال راه ساهل، ماهله ليلى؟ واخا غير شويه عليك. دابا حنا ندوي على المغرب، مادام انت غتمشي دابا للمغرب وغتسوقي في المغرب. في المغرب السرعة كتكون محدودة في بعض الأماكن، مثلا كنقولوا الطريق السيارة كتكون فيه السرعة 120 يعني 120، ممكن تمشي ب 120 ما ديباسي 120 وشوية كتكون 80. ملي كندخلوا للمدار الحضاري وسط المدينة، شحال السرعة اللي مسموح بها؟ يمكن زيد شي شوية 60. وغادي نقول لك الجواب ديالك. جواب 50. لا 60 هي الصحيح. صحيح. صحيح ليلى، صحيح صحيح. تبارك الله عليك، ها انت ديري الكاسكات ديال الوكاله، وانت الجيلي ديالك وهالكادو ديالك. مرحبا والف مرحبا ليلى. ليلى اللي فازت معنا اليوم، يعني السرعه المحدوده في المجال الحضاري في المدينة هي 60، ما خصش الواحد يتجاوز 60 كيلومتر في الساعة اللي هي المسموح بها، وهي المدة أو المسافة أو السرعة القانونية المسموح بها لجميع المسافرين والمسافرات. دخلتي للطريق السيارة كنعرفوه 120، كاين الطريق اللي كتكون وطنية كبيرة 100، ملي كتقرب تدخل المجال الحضاري عندك 80، ملي كتدخل المجال الحضاري بالضبط وكتدخل فما مسموحش لك انك تجاوز 60، لان في السلامه كاين الجيل واحد راسه وكاين الجيل غير، والواحد يمشي غير بشويه عليه. ما كنعرفوا بان مع السفر راه كيكون العيا وكيكون يعني التعب، كل واحد كيبغي يوصل بالزربه وكل واحد عنده غرض وبغى يقضيه، ولكن الا مشى بتاني ومشى بشويه عليه هذا هو اهم شيء. فنبغيكم كاملين، خصوصا الناس ديال الجاليه ولا حتى الناس اللي داخلين دابا في المغرب، تمشيو غير بشويه عليكم واحترموا قانون السير، لانك تنجي نفسك وتنجي الغير.